عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن سارة زوجة محمد محمود عبد العزيز، هي وزوجها بيظهروا لأول مرة وبتظهر لأول مرة بعد وفاة والدها. طبعا كانت من كام يوم عملت فيديو هي منهارة خالص، وكان أول ظهور ليها مع زوجها وهي بتسنده في فيلم يعني جديد اسمه بيت الروبي، وهم طبعا هي ظهرت معاه في الصحافة في المجلات وسندته، ويا رب إن شاء الله ترجع لحياتها بشكل أفضل، وربنا يصبرها يا رب ويرحم والدها ويرحم كل اللي رحلوا علينا، والدي يا رب العالمين ويرحم كل اللي رحلوا علينا، الله اللهم آمين. فرحت جدا جدا لساره ورجوعها تاني لحياتها ولزوجها ولبنتها، لان هي قالت بنفسها ان هي ما كانتش عارفه تاخد بالها من حياتها. ربنا ان شاء الله يصبرها وهي وكل اللي زيها يا رب العالمين، والوقت معاها ان شاء الله، ان شاء الله مع الوقت كل حاجه بتبقى يعني بتصغر مع الوقت، وربنا سبحانه وتعالى بيصبر باذن الله تعالى الى ان نلقاهم باذن الله، ونسال ربنا ان هم يكونوا في جنه الفردوس الاعلى يا رب العالمين. ربنا يصبرها ويصبر زوجها ويصبرنا جميعا يا رب العالمين على فراق الاحبه. حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.